اوف ها رحلة الشوق. اي اتوقع ان امي اكثر واحدة اشتاقت لعيالها وعيالها تقول ارفع اشتاق للنماص واشتاق لل يعني بعض الظروف خلي والله والله اني مهما جيت اكتب ولا اقول شيء ولا احاول اني اعبر امي بعد من النوع الامهات اللي ما يعرفون يعبرون عن طريقه حبهم لعيالهم بس انك تشوف في عينها حب وتشوف في عينها شيء يعجز اللسان اصلا انها تقوله سوالف عيونها اصدق من سوالفها والله العظيم اني يا اخوي يعني حاولت اكتب وكل ما اكتب قصيده واتذكرها ما توفيها يا اخي انا مرات يردني عنها يعني مثلا اقول بمر امي يسلم عليها بس ودي اجي امي وانا يعني ما ادري هذا نرجسيه ما ادري هذا ما ادري وش هو شيء يردك على اللي تحبهم يعني ودي اجي امي مثلا بهديه واذا ما جت الهديه ذي احاول اني ما اروح عشان ما تشوفني مهما انكسرت اني اقول انا قوي ما انكسرت واذا كنت ضعيفه احاول انها ما تشوفني قدر ما استطيع لانها جاها من الدنيا اللي كفاها ما هي بناقصه بعد تشيل هم من ما هو هم اقسم بالله العظيم انها وصلت مرحله في يدها سبحه يمكن 3 متر وتحارب الافكار في راسها لا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله لا حول ولا قوة عشان تحارب افكارها في عيالها يعني تخيل ام تقعد بالسنين بتشوف عيالها بتكلم عيالها بالجلس سبحان الله سبحان الله يعني انا امك يا بعد يا حبيبي حبيبي انت ما عليك روح انت كفو على طار الام يا ولد انا مره قفل اللفت معي انا وامك ها قفل اللفت معي انا وامك قفل كيف قفل اللفت الحين فيني فوبيا ما داني ادخل اللفت هذا عرفت كيف يمكن جلس ساعتين يروح الدور الخامس ويرجع الدور الاول يروح الدور الخامس ويرجع الدور الاول يا ولد ما عاد داني الحين اركب اللفت والله فوبيا جالي منه ذا ما نستعمل طبعا اللفت زمان كان ذا زمان يعلمنا فيه واحد من الجماعه جاء عليه ولد تعبان مريض قلب حولهم من بيشه لمستشفى تخصص بالرياض المهم امه معه مسكينة لا تقرأ ولا تكتب ولا بعد دخلت مستشفى ولا تخصص في حياتها ولا تفهم ولا شيء جو تدري ان عملية ولدها بكرة جو خذ الولد وراح هذا قال امشي معنا ومشيت معه يوم جو عند غرفة العمليات دخل السرير ورا الباب ورجعوا وقالوا اشروا لها مشيت معهم اشروا لها مشيت معهم يوم جو اللفت واعطى لفتهم فتح قالوا لها روحي غرفة اسلم المهم سالفه يوم طر لهم فيها عندنا في الديره زمان يعلمونا واحد تعب جاء معه مرض قلب مولود حولهم من بيشه للرياض المستشفى التخصصي اسلم امه كبيره سن وجاهله لا تقرا ولا تكتب ولا تعرف شيء اول مره في حياتها تدخل مستشفى زي التخصصي حتى بيبانها تختلف دويه على طبيعتها وداري أن موعد عمليات ولدها بكرة يوم جاء الصباح يأخذونها هي وولدها ويدخلونها لغرفة العمليات ويطلعون جاء المرات قالوا لها روحي اشتروا لها ما أدري وين أروح ما هي ما تفهم وما يفهمون لين جاء عند الليفت وضغطوا الزر قالوا لها روحي تدخل الليفت وش كان بعضها قزاز وبعضها طويل ما هو بالصورة اللي تلقاها في المحافظات اللي وبعضها بابين يفتح منه ويسكر منه. ايوة تدخل الليفت تحسب غرفة تجي في آخر الليفت وتجلس تقول لا خذيت شوي انفتح اللفت تقول له هنا يا حديقه ومزارع وناس تقول لا خذيت شوي انصح تقول لا خذيت شوي انفتح لا هنا يا دكاتره واطباء تقول لا خذيت شوي انفتح لا هنا يا سيب وتقعد في اللفت اكثر من 3 ساعات تمشى لين جاء السكرتي ياخذها انت وش عندك قالوا ميدي اجلس في المكان ذا وجلس اتحرى ولدي لا لم الله لم عظيم انا سويت عمليه قبل حوالي 10 سنين وجلست في المستشفى 7 ايام اسبوع والله العظيم انه الى يومك هذا ما ادري امي كم نامت ذيك 7 ايام اللي اعرفه انها ما نامت
اللي اعرفه انا انها ما نام. اقسم بالله انها تحس تكلمني تقول انت اليوم صاير لك شيء، اقول لها لا، وتقول والله العظيم ان فيكم شيء، واقول لها لا يا بنت اخوي يصير اخوي عندي اخوي اصغر مني يا اخوي، عرفت اللي ضارب الدنيا بقلب بقلب ضارب الدنيا انتحاري يشري الموت يبيع يعني، وطعاته واجد، وتكلمني تقول سعود في شيء، سعود انا فيه فيه، واقول لها لا والله ما في شيء، تقول اقسم بالله ما في شيء، تكذب علي انت صح يا اخي، احساسها دايم. اي والله اقسم يضرب في احساس لهم انك صدقت، وانا من اكثر المواقف المؤثره اللي صارت لي، امشي حول الساعه 2 بالرياض بوسط الرياض، طلع قدامي سياره صغيره تمشي حول 180 على طريق خدمه، ما درت الا يوم السياره راحت على بيبانها وتضرب الرصيف وتقلب، وانا الحال الساعه 2 تخبر وقت دوامات والعالم ما حد طالع، وقف موتري وانزل ولا فيه خمسه ينزلون اكبرهم اللي عمره 18 سنه ويطيح كتاب مرعان، شلون كل كلهم مرعان صغار، اي كلهم صغار، واشوف كتاب طايح من هنا كتاب مدرسه، واشوف ويطلعون مع القزاز من تحت السياره مقلوبه، واللي يطلع من هنا واللي يطلع من... ولا في واحد السواق من شق الراس الله، انا الجوال جواله اقول له انا افتح الجوال، هو مصحصح مو مصحصح مصحصح مو مصحصح، اقول له افتح الجوال خلينا نشوف رقم احد من اقربائك نتصل عليه، اقسم بالله العظيم يا جماعه الخير ان ما مسكت جواله، وان اللي يتصل الوالده 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 الوالده، ما ودي ارد تحس الام، ما ودي ارد الوالده 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 الوالده، واتصل على الاسعاف واحاول اني اضبط اموره، ورحت معه للمستشفى، والوالده تتصل من الساعه 2:30 يمكن لين الساعه 5 الفجر، ايوه ما جاء الله يسلمك، طال عمرك بحط عندكم بمشي، الله يوفقك يا الله يعينك، ما قصرت عليك تسلم، حي الرفيق اللي ما ينسى اخوياه، اي والله انا بغي اخلص، قلت له والله لكم صبيك حرام، بيض وجه في عرسك، بيض الله وجهك يا الاديب والشاعر وال بيض الله وجهك، هي 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 بمشي الحب سيسان العباد والعبادة بالجهر بالجهر، أحمد أنت شهادتك بكالوريوس؟ الحمد لله